كابتن اشرف. طيب احييك الاول على الاسئله اللي انت سالتها، لان دي فعلا كلنا كنا عايزين نسال نفس الاسئله دي، والناس كلها عايزه تعرف فعلا وعايزه الاجابات بتاعتك. خلي بال حضرتك اللي انا سالته بعد ما جاوب مش هيوقف الناس برضو اللي بتكتب. معلش بس برضو اللي عايز يكتب حاجه هو ليه وجهه نظر فيها هيكتبها، هي دي المشكله. بس انت وضحت من المصدر نفسه، من الشخص نفسه اللي بيتقال عليه الكلام، ويعني بنتمنى ان يسيبوا نادي الزمالك والجهاز الفني بتاع نادي الزمالك واداره النادي ان كل واحد يشتغل، ويعني مش عايزين الامور اللي بتسبب مشاكل دي يعني. وانا بحيي حازم جدا على 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 كلامه وعلى صراحته، وعلى كمان الـ الـ الكلام اللي بيقوله على لعيبته، بالرغم ان احنا شايفين ان نادي الزمالك النهارده ما اداش بالصوره كويسه، لكن هو حاجه كويسه جدا اللي بيكون مسؤول عن الفريق بيطلع يتكلم على لعيبته بالشكل ده. واعتقد ان في طبعا في امور كتير جدا هتبقى داخل الغرف المغلقه بالنسبه للجهاز الفني. حازم اتكلم في نقطه مهمه جدا، هو كرئيس الجهاز وليه صلاحيات فنيه مع ميدو، دي برضو حاجه مهمه جدا. اعتقد ان مفيش اي تعارض بين شغلهم، شغل اداري او فني، الامور وضحت بشكل كبير جدا، ونتمنى ان الموضوع ده يتقفل. نادي الزمالك النهارده اشتغل بشكل كويس جدا على فترات على فترات، برضو في نفس الوقت الهدف من اللقاء النهارده ان ازاي تكسب الثلاث نقاط وتبقى موجود على على قمه الدوري، وانت ناقص لك مباراتين. يعني حضرتك فنيا راضي على مستوى الزمالك؟ لا لا مش راضي. بس حضرتك بتقول اشتغل على فترات على فترات، يعني من احسن الفترات اللي حصلت الهدف اللي تم احرازه، وهو احرز من مين؟ الثلاث لمسات في الهدف، الثلاث تغييرات اللي حصل، يعني محمد ابراهيم، باسم، مصطفى فتحي، دي الثلاث تغييرات اللي حصل سواء طريق كهربا كابتن. جميل. انا بتكلم على الثلاث لمسات الاخيره اللي دخلت بيها الهدف. فالتغييرات اللي حصلت يعني اللي كان حاصل او اللي احنا كلنا كنا شايفينه في اداء بعض اللاعبين عليهم علامات استفهام. كابتن ميدو ابتدى النهارده صح من وجهه نظرنا؟ لا، هو كان لازم يبتدي بمهاجم صريح في البدايه، لكن هو كان مدينا الهنت ده، يعني مدينا الموضوع ده من المباراه اللي فاتت، ان هو ابتدى بكهربا في وهو خلاص ممكن يكون في قناعه عند المدرب كابتن سيف ان لاعب معين ممكن تكون شايفه في مكان، هو يكون شايفه في مكان احسن، فعشان كده بيبتدي. بس حضرتك شايف ان كهربا يجيد الحته دي؟ ممكن يجيدها اثناء المباراه لكن ما يبتديش من بدايته. تمام. كابتن سيد، يعني انا تكمله من كلام كابتن اشرف، طبعا الزمالك النهارده ما كانش كويس، بس عنده نقط ايجابيه. يعني النقط الايجابيه لو اتكلمنا على اول حاجه ان هو بيحقق المكسب، ودي فرقه البطوله بتكسب وانت وحش، فده بيبقى شيء ايجابي، خاصه انها مباراه صعبه. توفيق في التغييرات، التغييرات كلها موفقه طبعا. الحاجه الثالثه كابتن حازم قالها في كلامه ان اربع مباريات بتكسب، اربع مباريات ما بيدخلش فيك هدف، دي النقط الايجابيه اللي خدها الزمالك من ماتش النهارده. في سلبيات، في سلبيات كتيره جدا. لو اتكلمنا على السلبيات، طبعا طريقه اللعب انا بالنسبه لي كل امانه مش مفهومه تماما، الاربعه اللي قدام مش فاهم تحركاتهم فين او مش واضحين قدامي، يعني اذا كان كهرباء او حمودي او شيكابالا او ايمن حيفني، تضارب في الاماكن معظم الوقت، اتنين منهم في مكان واحد ناحيه اليمين مثلا، ده اثر على عمر جابر. يمكن النهارده حمادة طلبة طلع مرتين او ثلاثه، بس برضه تاثير كهرباء ما بيكون ناحيه الشمال بيكون افضل بكتير، وبيعمل الخطوره لنادي الزمالك. نادي الزمالك يمكن في بدايه الموسم كل خطورته 90% منها كهربا، وكهربا ما بيكون ناحيه الشمال بيبقى مؤثر بشكل كبير جدا. فالنهارده الشوط الاولاني بالنسبه لنادي الزمالك، يعني هم على فكره قلت كده قبل اللقاء، وفرصتين النهارده حتى اللي جم لكهربا جم من اخطاء تمركز في لعيبه النادي المصري، يعني هم واقفين غلط فالكره مشيت راحت في اتجاه كهربا. فالنقطه لا، الاربعه اللي قدام انا ما كنتش فاهم الشوط الاولاني هم تحركاتهم فين او اماكنهم ايه، ما كانتش واضحه تماما. التغييرات فرقت جدا مع نادي الزمالك، لان رجع تاني لطريقته، رجع للشكل العادي. وكمان يعني اتفرج على مصطفى فتحي، اول كره لمسها اللي عملها له شيكابالا الناحيه الثانيه، هو واقف صح واستلم، يعني عمل خطوره من بدايه من الدقيقه 62 شكل الزمالك اتغير. نزول مصطفى فتحي اثر تاثير ايجابي جدا على اداء نادي الزمالك، حتى الخطوره بدات تبقى بشكل زايد. الاداء اتحسن بس مش للدرجه مش للدرجه العاليه برضو، يعني انا شايفها مش من المباريات اللي نادي الزمالك ظهر فيها بشكل
كويس او بشكل مقنع، بس هو بيلعب فرقه كويسه. النادي المصري من الفرق اللي الواحد بيحترمها من بدايه الدوري، عمل جيم محترم جدا النهارده الحقيقه، وبيحقق نتائج ايجابيه وماشي بشكل كويس. فالنهارده مكسبه برده ده شيء ايجابي لنادي الزمالك. انما هي النقطه الاختلاف اللي انا اتكلمت فيه او السلبيات، ان انت طريقه اللعب اللي اتغيرت والاماكن اللعيبه لان فيها اثر على شكل نادي الزمالك، وحتى المميزات بتاع اللعيبه اللي انت عندك ما استفدتش بيها. يعني كهربا ما استفدتش بيه الا بعد التغييرات اللي انت عملتها الشوط الثاني بالنسبه للزمالك او اخر 10 دقائق، واضح ان الزمالك افضل. فهي دي النقط كلها من مباراه النهارده. كابتن زكريا، الزمالك افضل، المصري افضل، الزمالك حصل على 3 بونت، المهم الحصول على 3 بونت، المهم الاداء، كلها اسئله محتاجه اجابات. طبعا بالنسبه للمدير الفني، اول هدف بيطمع فيه هو 3 نقاط، ودول اللي اتحققوا بالفوز بالنسبه لميدو والجهاز الفني كله وحازم وكله. بالنسبه للاداء في تباين، في زي ما كابتن اشرف وكابتن سيد بيتكلموا على طريقه اللعب التشكيل، بس هنا كهربا لو واحده من الثلاث فرص اللي جوله في الشوط الاولاني جابها جول كنا هنقول ايه؟ يعني 3 فرص، واحده منهم انفراد قصادنا، واحده تانية شاطها بشماله من ناحيه اليمين، من ناحيه الشمال شاطها بشماله، وواحده ثالثه عمل اتلعبت له طويله من عمر جابر شاطها بيمينه وهو يعني مزنوق شويه راح في القريب. انا كنت هقول زي ما اقول دول ثلاث فرص. بس هو في نقطه، أيوة. ولو اي راس حربه موجود هتجي له نفس الفرص دي. لا لا لا، ما اي حد بيتكلم لو حطوه. انا بتكلم لو كانت واحده من الثلاثه دول جت جول كنا هنقول ان ميدو فاجئنا بانه لاعب كهربا ومقعد 3 مهاجمين بره اللي هم المهاجمين الاساسيين في الفريق. وبالتالي خلينا نحكم على الفرديات اللي هي ممكن تحسم اللقاء. يعني النهارده الزمالك لازم يبقى سعيد جدا ان عنده لعيبه عندها قدرات خاصه، قدرات الخاصه اللي هي الموهبه، المهاره الفرديه اللي جه منها جول مصطفى فتحي. دي ما تقدرش تقول ايه، كهربا عمل اوفر اتلعبت بالهيد مره، بالهيد مره لمصطفى فتحي وان تاتش في ال، يعني لو جبنا الجول هتلاقي ان مش ممكن، دي تدريب. يعني دي كوره من 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 كهربا من ناحيه شمال، حلول فرديه، عملها يعني اوفر، عملها اوفر على ال 18. يعني ما عندهاش، يعني مش الواحد هيلعبها بالهيد في الجول، بس المرسي بيلعب بالهيد. واحد بياخد قرار، واحد تاني بياخد قرار الى ان جت كهربا. بالظبط، ادي محمد ابراهيم قرار تاني مرسي. هنا بقى مصطفى فتحي، مصطفى فتحي ده ربنا اداله موهبه هو بيستغلها. ما فيهاش يعني ما فيهاش حاجه غير ان انت تقول انا عندي لعيب عنده قدرات خاصه يحسم الجيم.